يا مساء الخير، يا اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيضاءوا حلقه السادسه معانا النهارده. العنوان الرئيسي اكبر بكتير من مجرد بروفا، ده العنوان الحقيقه يليق بمباراه النهارده اللي هتجمع ما بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا، لقاء مؤجل من الجوله 27. مخطئ من يتصور انها مواجهه سهله، وخليني اقول لحضراتكم ايه الاسباب. واحد، الحقيقه طبعا احنا بنتكلم على اثنين يمكن يكونوا من افضل الاسماء في عالم التدريب، طبعا مستر مارسيل كولر في اول مواسمه مع النادي الاهلي بكل الارقام والطفرات اللي حصلت على سكواد النادي الاهلي السنه دي فرديا وجماعيا، لازم تصنفه كواحد من افضل مدربين في الدوري المصري. عشان لو قلت هو الافضل هكون متحيز في مواجهه كابتن حلمي طولان اللي تولى المسؤوليه في سيراميكا كليوباترا بعد رحيل طبعا معين الشعباني، اللي تولى مسؤوليه الترجي بعد خسارته من الاهلي وخروجه من دوري ابطال افريقيا. ازاي هتكون المواجهه بين كابتن حلمي طولان بين مستر مارسيل كولر؟ النقطه الثانيه هي موقف الفرقتين في الدوري. الاهلي عايز يقفل صفحه الدوري قبل ما يفتح صفحه دوري الابطال بفوز يطمنه، بفوز يريحه ويقربه اكتر بكتير من لقب البطوله ويبعده اكتر كمان عن منافسيه. الدوافع مختلفه تماما عند كليوباترا. خد بال حضرتك انك بتتكلم على فريق صحيح نتائجه في الفتره الاخيره مش احسن ما يكون، بتتكلم على فريق لعب في اخر 5 مباريات حقق تعادلين وثلاث خساره، فبالتالي موقفه متازم. 31 نقطه في المركز 12، بين قوسين كده خد بالك انه من المركز 12 في الدوري العام للمركز 15 في الدوري العام بيتساووا في رصيد 31 نقطه، وبالتالي خساره سيراميكا النهارده او حتى نتيجه التعادل مع الاهلي مش في صالحه على الاطلاق، وموقفه هيتازم بشكل كبير جدا ويخش في مرحله الصراع بشكل مؤكد، مرحله الصراع على الهبوط من مسابقه الدوري. وبالتالي عنده دوافع، عنده رغبه في اثبات ذاته، وكل لاعيبته عندها رغبه في انها على اقل تقدير ماتش النهارده تحافظ على فرصها في البقاء في الدوري الممتاز. مصادر الخطوره الحقيقه فيهم ارقامهم مش وحشه، يعني لما نيجي على المستوى الفردي سيبك من ارقام الفريق على المستوى الجماعي او ارقامه في ماتشاته، لكن الحقيقه عندهم لعيبه فعاله ومؤثره وتقدر تقول خطيره على المرمى. الحقيقه يمكن احمد ياسر ريان يمكن هو اخطر خطير في سيراميكا كليوباترا، اتكلم على لاعب هو هداف الفريق مسجل 7 اهداف. محمد ابراهيم الحقيقه واحد من العناصر القلب النابض لسيراميكا كليوباترا، ازاي هيوقفوا الاهلي النهارده وازاي يمنعوا من انه يكون واحد من اهم مصادر الخطوره في سيراميكا كليوباترا. بتتكلم على لاعب صنع في الموسم الحالي 54 فرصه مؤكده، وبالتالي بتتكلم على رقم كبير جدا مقارنه بعدد الماتشات. لاعب قادر يصنع في كل مباراه من فرصتين لفرصتين ونص فرص مؤكده، لا بالتاكيد مؤثر ولاعب خطير جدا. على كل الاحوال سيناريوهات المباراه هنتكلم فيها، هنروح لمعسكر النادي الاهلي ونعرف ونطمن على اخر اخبار الفريق. انا عارف ان في كلام كتير قوي، احنا يمكن شرحنا وحللنا وقلنا وردينا على جزء منه، كلمنا بالذات على حمدي فتحي وعلى محمد الشناوي امبارح، وان شاء الله نتاكد كمان النهارده من خلال زيارتنا لمعسكر المغلق للنادي الاهلي. قبل ما نبدا التفاصيل وندخل في حلقتنا خلينا نروح لفاصل ونرجع لكم في السادسه. يعني لو حاولت تدخل في عقل مارسيل كولر وتفكر ايه الطريقه والتشكيل اللي ممكن تبدا بيه مباراه النهارده، بالتاكيد الراجل عايز يكسب ويقرب اكتر من لقب البطوله، لكن في حسابات تانيه كتير. فتقدر تقول انه انا شخصيا بين نارين، بين ان انا اطمن على لعيبه الاهلي اللي خدوا فرصه ان هم يرتاحوا او اللي خدوا فرصه ان هم يعني يتعاملوا مع اصاباتهم ويرجعوا يجهزوا مره تانية قبل مواجهه السوبر النهائي دوري الابطال، بالتالي انا محتاج النهارده اطمن على لعيبه ما شفتهاش في الماتشات اللي فاتت، زي مثلا بيرسي تاو، زي علي معلول، زي حسين الشحات، زي محمد عبد المنعم الى اخره. انتوا عارفين القايمه وعارفين شكل وملامح التشكيل اللي انت ممكن كواحد من الجمهور تراهن عليه في مباراه الوداد ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي. النار الثانيه هي فكره، لا يعني ايا كانت نتيجه مباراه النهارده الاهلي باذن الله يقدر يحسم المباراه دي لصالحه باي اسماء وباي تشكيل، والافضل ان انا احافظ على لعيبتي واتجنب لا قدر الله اي اصابه عارضه طارئه تاثر على مواجهه الوداد في الدور النهائي.
عشان كده يمكن من هنا بتيجي صعوبة تفكير مستر كولر في المباراة. ثقتنا كبيرة أكيد طبعا، والفوارق كبيرة جدا مع كامل الاحترام طبعا لفرقة سيراميكا كليوباترا، لكن إن شاء الله بإذن الله الأهلي يواصل عروضه الطيبة ويقدر بأي 11 يكسب مباراة النهاردة. الأهم نطلع بدون خسائر. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح في مقر إقامة النادي الأهلي في معسكره المغلق قبل يمكن ساعات قليلة من بداية اللقاء. خلينا نطمن على فرقتنا ونعرف آخر أخبار الأهلي وآخر أخبار ملف الإصابات بشكل نهائي. وحاسم فاروق يمكن جاهز معنا. مساء الخير يا فاروق. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خليني اكد بالفعل على كلامك، هي مباراه مهمه جدا ومباراه صعبه جدا في مشوار النادي الاهلي، واكيد مستر مارسيل كولر يعني بيفكر في المباراه واي تشكيل يبدا بيه هذه المباراه، ولكن ان شاء الله زي ما انت قلت زميلي احمد وباكد على هذا الكلام، ثقتنا في اي 11 لاعب النهارده هيكونوا موجودين ان شاء الله هيكونوا قادرين على تحقيق الانتصار باذن الله لفريق النادي الاهلي. خلينا نطمن منك على يوم الاهلي النهارده، معسكره المغلق، استعداداته للمباراه. قبل ما تطرق للملف اللي بيشغل، انت عارف طبعا الكلام كان كتير اليومين اللي فاتوا، وانت كنت معايا في سادسه امبارح وطمنت يعني جزء كبير من جماهير نادي الاهلي على ملف الاصابات وخصوصا حاله حمدي فتحي. خليني اعرف النهارده اليوم مشي ازاي منك يا فاروق. يعني خليني زميلي احمد، بالامس طبعا كان الفريق اختتم استعداداته وتدريباته على ملعب مختار التتش، دخل الفريق في معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه من ملعب المباراه. ابتدى اليوم النهارده في تمام الساعه 10:30 بتناول اللاعبون لوجبه الافطار، ثم فتره التدريبات الخفيفه اللي بيعملها مستر مارسيل كولر هنا في مقر اقامه الفريق، ثم تناول وجبه الغداء في تمام الساعه 2، ثم وجبه اخرى كانت في تمام الساعه 5:30، والمحاضره الفنيه لمستر مارسيل كولر تكون في تمام الساعة 7. عقب انتهاء المحاضرة طبعا هيكون التحرك والتوجه إلى ملعب استاد القاهرة اللي هيستضيف أحداث اللقاء. اليوم هنا اللعيبة أنت عارف يعني بيبقى في فترات أكتر للعيبة، بيبقى في جلسات ثنائية الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان في كلامهم ومحادثهم مع اللاعبين. مستر مارسيل كولر رافض تماما أي أحاديث جانبية خاصة بمباراة الوداد، مش عايز يكون في أي تطرق من اللاعبين، وقال إن في حالة هدوء شايفينها في إعلام النادي الأهلي أو في جماهير النادي الأهلي، مفيش حد بيتطرق لمباراة الوداد، بنركز النهاردة في هذه المباراة. شايف في يعني ابتسامة على وثقة دائما متعودين عليها ومعتادة من مستر مارسيل كولر. كابتن سيد الكابتن سامي كلامهم مع اللاعبين النهاردة يعني ضرورة ان احنا ان شاء الله نتجنب اي حدوث اي اصابة للاعبين، الكرات المشتركة الالتحامات نتجنب هذه الامور، لكن بنأكد على اهمية المباراة وانها خطوة مهمة جدا زميلي احمد، ان شاء الله لعبة النادي الاهلي تكون قادرة باذن الله على تحقيق الانتصار في هذه المباراة. طيب نروح للملف الإصابات، وانت قلت لي امبارح انه حالة حمدي فتحي مطمئنة الى حد كبير. تواصلت مع دكتور احمد ابو عبلة، ايه الاخبار الخاصة او المتعلقة بحمدي فتحي؟ يعني زميلي احمد انت عارف دايما من خلال قناه النادي الاهلي ومن خلال اعلام النادي الاهلي دايما يعني احنا بنوضح كل الامور وكافه الامور لكل جماهير النادي الاهلي. كان اثيرت طبعا اقاويل كتير جدا وترددت اشاعات كتير جدا، انت عارف انت خلاص النادي الاهلي مقبل على المباراه النهائيه امام فريق الوداد، كتير جدا من الاشاعات ممكن تطلع على لاعبي النادي الاهلي، لكن ده يعني بيوصل حاله قلق للجماهير. طبعا الجماهير حلم كبير جدا ان انا احقق بطوله افريقيا، لكن زي ما وضحنا بعض الامور زميلي احمد خليني اكد على يعني هذه الامور. طبعا بالنسبه لحمدي فتحي كان ليا حديث طبعا مع الدكتور احمد ابو عبله، قال لي حمدي فتحي اول ما اشتكى من تقل واجهاد في العضله الخلفيه تم اجراء بعض الفحوصات داخل يعني في بعض الاجهزه اللي يعني استخدمها النادي الاهلي لاجراء بعض الاشعه داخل مقر النادي الاهلي بالتتش بالجزيره، ثم اجراء اشعه السونار يعني. ولزياده التاكيد اجرى الدكتور احمد ابو عبله اشعه رنين بالامس لحمدي فتحي، وبالتالي تاكد من سلامه حمدي فتحي. الامر كله بيتعلق باجهاد وهي يحتاج برنامج استشفائي مصغر، ولذلك فضل الدكتور احمد ابو عبله ان هو يبدا بالبرنامج الاستشفائي لحمدي فتحي من الامس. فبدا حمدي فتحي زي ما يعني زميل احمد زي ما قلنا بالامس والجماهير شافت ان بدا حمدي فتحي بالجري حوالين الملعب، لكن خليني اكد لك جاهزيه حمدي فتحي لمباراه الوداد المباراه الاولى باذن الله. حمدي فتحي واحد من اللعيبه، وايضا اطمن النهارده طبعا خليني اقول لك ايضا ان كان جزء من البرنامج الاستشفائي الموضوع لحمدي فتحي ان كان في تدريب وجزء من لحمدي فتحي بيجري اليوم في ملعب
الملعب مختار التتش مع بعض يعني الجوانب او العلاج الطبيعي. تواصل الدكتور احمد ابو عبله طبعا مع يعني الطاقم الطبي المكلف طبعا بمتابعه حمدي فتحي، وطمن طبعا مستر مارسيل كولر على كافه الامور الطيبه. باكد لك جاهزيه حمدي فتحي ان شاء الله اللي هيكون موجود في التدريبات الجماعيه استعدادا لمباراه الوداد. اطمنك ايضا على محمد الشناوي وعلي لطفي، اول تدريب هينزلوا النادي الاهلي ان شاء الله عقب مباراه سيراميكا هيكونوا موجودين في تدريبات النادي الاهلي، ودي امر مهم جدا عوده محمد الشناوي لحمايه عرين النادي الاهلي وايضا علي لطفي. بطمنك النهارده حاجه يعني من الحاجات برضو المهمه، النهارده رامي ربيعه بيعود الى قائمه مباراه النادي الاهلي، النهارده موجود رامي ربيعه بعد عودته من الاصابه، ان شاء الله يكون موجود مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه باذن الله والفتره القادمه. عوده رامي ربيعه واحد من اللعيبه والكباتن النادي الاهلي. زي ما انت زميل احمد قلت على هل مستر مارسيل كولر هيلعب باللعيبه اللي كانت مريحه المباراه الاخيره ولا يبدا يدفع بنفس التشكيل اللي لعب بيه مباراه طلائع الجيش. خليني اكد لك النهارده تقدر تقول ان مستر مارسيل كولر بنسبه كبيره جدا هيرجع للقوام الرئيسي والتشكيل الرئيسي، عودة علي معلول وعودة محمد هاني ومروان عطية وحسين الشحات وبرستاو وكهربا ومحمد شريف وكافة اللاعبين مع ظهور بقى وتألق اللاعبين محمد مجدي قفشة وأيضا يعني بعض اللاعبين اللي ادها فرصة في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش. لكن من اللي احنا لامسينه واللي احنا شايفينه إن مستر مارسيل كولر زميلي أحمد هيرجع للتشكيل الرئيسي للنادي الأهلي، وبيأكد اللي على اللاعبين أهمية هذه المباراة ضرورة إن شاء الله بإذن الله زميلي أحمد إن احنا نتجنب حدوث الإصابات إن شاء الله في هذه المباراة، وتكون خطوة مهمة جدا بقفل من خلالها الملف الدوري المصري واستعد لمباراة النهائي الافريقي امام الوداد اللي ان شاء الله النادي الاهلي ولاعبيه ان شاء الله يكونوا قادرين على تحقيق الانتصار سواء امام سيراميكا وسواء امام الوداد في المباراتين. زميلي احمد لو وقتك يسمح ممكن نقرب برضو الامور ونقرب جماهير النادي الاهلي من خلال معسكر فريق سيراميكا كليوباترا. طيب يلا معاك سريعا يا فاروق اتفضل. يعني زميلي احمد الكابتن حلمي طولان زي ما انت عارف ان هو اللي بيتولى القياده الفنيه لفريق سيراميكا في المباراه الثانيه بعد ما تولى القياده الفنيه في المباراه الاولى امام فيوتشر وتلقى الهزيمه بهدف. اكد في كلامه مع اللاعبين على خطوره وشراسه النادي الاهلي سواء في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، وقال للاعبين بالامس ان في شباك النادي الاهلي لم تستقبل اي اهداف خلال 11 مباراه الاخيره سوى هدف وحيد. كلم على القوه الهجوميه للنادي الاهلي وقال للاعبين في المحاضره اوعوا تفتكروا ان فريق النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي هينشغلوا بوي مباراه النهائي، النادي الاهلي مركز في هذه المباراه. اقدر من خلالك اقول لك التشكيل اللي يعني بنسبه 99% اللي هيلعب بيه الكابتن حلمي طولان هذه المباراه اللي هيكون مكون من محمد بسام في حراسه المرمى، قدامه الرباعي احمد رمضان بيكهام رجب نبيل سيف طوقة واحمد هاني، في نص الملعب محمد متولي كناريا ومحمد عادل، قدامه ميدو جابر محمد ابراهيم صلاح محسن، وراس الحربه احمد ياسر ريان. كل التوفيق طبعا زميلي احمد للنادي الاهلي في هذه المباراه، انا موجود معاك لو في اي استفسار او اي تساؤل. لا بشكرك شكرا جزيلا على التقرير الوافي ده يا فاروق متالق دايما كعادتك، بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت اخبار النادي الاهلي النهارده من داخل مقر اقامته ومن داخل المعسكر المغلق قبل يمكن بنتكلم في 3 ساعات من مواجهه سيراميكا كليوباترا. طيب عظيم، يعني فاروق قربنا شويه من حاله الفريق وكلمنا على الطريقه اللي ممكن يكون بيفكر فيها مستر مارسيل كولر، ونشوف النهارده الاهلي ان شاء الله. خد بالك في فرق كبيره جدا، انا عارف انك نفسك تطمن على الفرقه وعلى ادائها وانه الاهلي يستعيد رونقه مره تانية وكورته الحلوه. مش شايف انه مباراه طلائع الجيش كانت مباراه، يعني انا قلت هنا في بدايه الحلقه انها كانت متوسطه المستوى، لكن الاهلي اجمالا قدم عرض كويس جدا ومسيطر واستحوذ وعمل فرص وخلص المباراه بنتيجه كويسه. فبالتالي احنا بس يمكن كنا رحنا لبعيد قوي مع مستر كولر في الماتشات اللي قبلها، فكنا مستنيين انه الريتم او الايقاع يمشي بنفس المنوال. نتمنى ان شاء الله نطمن على الاهلي النهارده، وماتش النهارده بعيد كل البعد عن حسابات نهائي دوري الابطال. ماتش النهارده في بطوله انت تقريبا يعني بنسبه كبيره جدا قربت تحسمها بشكل نهائي، الفوارق بينك وبين كل الانديه اللي جايه وراك بعيده جدا، عندك لسه عدد مؤجلات، المؤجلات بس بتاعت الاهلي تكفي بحسم لقب البطوله، فالفريق بيلعب مرتاح بدون ضغوط، حاسس انه البطوله مقربه منه. قصه نهائي دوري الابطال قصه مختلفه تماما، وال90 دقيقه اللي هتبتدي هنا نص المباراه نص المواجهه اللي ب90 دقيقه هنا في القاهره قصه ثانيه وحسابات ثانيه واستعداد ثاني وتركيز ثاني ومستوى ثاني خالص. والكلام ده زي ما بينطبق على الاهلي كمان بينطبق على الوداد. انسى كل الموسم،
انسى مشوار الفرقتين، هنستعرض يعني طبعا لما نيجي الماتش الوداد هنشوف المشوار بتاع فريق الوداد اللي كان الحقيقه من اول بطوله لاخرها يعني وصول الوداد للمباراه النهائيه تقدر تقول كده ولاده متعثره. يعني الوداد كان بيعاني في 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 مشواره في دوري الابطال السنه دي، على عكس الاهلي يمكن ترنح شويه بدايه قويه ثم نتيجة المشاركة في كأس العالم للأندية، رحلات السفر الطويلة، حالة الإجهاد الشاق، حصل كده تربلنس، حصل يعني خلل في دور المجموعات شوية، وسرعان ما استعاد الفريق توازنه مرة تانية وقدر يقدم عروض قوية جدا ويوصل عن جدارة واستحقاق للمباراة النهائية. فالفوارق بين المشوار في الفرقتين كبيرة جدا، الفوارق في التاريخ وفي الإمكانيات كبيرة جدا. هل ده ليه علاقة بالمباراة النهائية؟ على الإطلاق، على الاطلاق. كل الحسابات اللي انت ممكن تحسبها قبل المباراه شيء، وال90 دقيقه اللي في ارض الملعب يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله شيء تاني خالص. طيب بيرسي تاو، يمكن طبعا فاروق كان بيتكلم على التشكيل النهارده، بيرسي تاو، منعم، علي معلول، حسين الشحات، الاسماء دي كلها كهرباء، من الوارد جدا انها تاخد فرصتها من البدايه وعلى اقل تقدير ممكن تاخد جزء من المباراه، لكن كلها اسماء مرشحه النهارده للمشاركه في مباراه الاهلي وسيراميكا. حكم او طاقم التحكيم في مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا كابتن محمد عادل، طبعا اتمنى له كل التوفيق في مباراه النهارده، هو حكم مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا، وهيعاونوا سمير جمال وخالد حسين كمساعدين، وحسام عزب هيكون موجود حكم على تقنيه الفي اي ار. نتمنى لكل طاقم التحكيم، امبارح طبعا يعني انا طبعا ما عنديش وقت بس في سيجمنت الاخبار، لكن هقف في حواري النهارده على ماتش فيوتشر وامبي امبارح، لانه الكلام كتير قوي على قصه التحكيم في مصر. خدوا بالكم في غلطات او في ممكن تبقى مقصوده او غير مقصوده الحقيقه، يعني انا برضو مش عايز اشكك، ما اقدرش اشكك في ذمه حد، لكن في النهايه اي خطا فادح مش بيرجع بس على حكم المباراه، الناس بقت السيئه النهارده بقت بتعوم، الكلام كله بيبقى على التحكيم المصري. فيمكن الحقيقه يعني طبعا 25 دقيقه، 25 دقيقه في لعبه توقف فيها الفار 17 دقيقه، مش يعني شيء لا يتصوره عقل. ده احنا بنتكلم على جينيس ريكوردز، بنتكلم على جينيس ريكوردز، بتتكلم على اكتر من نص شوط، بتتكلم على اكسترا تايم، اكسترا تايم في قانون الكوره 30 دقيقه على شوطين، انت بتلعب وقت اضافي 25 دقيقه. على كل الاحوال خلينا نعدي موضوع التحكيم ده ونرجع، يعني خد بالك برضو انت في مسابقه ما فيهاش منافسه قويه قوي، فما فيهاش حساسيه كبيره قوي، فما فيهاش فرصه انه التحكيم يكون مؤثر، انه اللقب يروح هنا او انه اللقب يروح هنا او انه يخشوا في صراع المنافسه على اللقب. فمن الاولى في ظل وجود خبراء اجانب، احنا النهارده بنتكلم على تاني خبير اجنبي بيتولى مسؤوليه التحكيم في مصر، ومع ذلك الاخطاء الفادحه مستمره، المستوى التحكيم في حاجه كده، في زي ما بنقول انه الامن احساس مواطن، يعني فكره انه مستوى الامن ده حاجه بيحسها الناس وهي ماشيه في الشارع او هي قاعده في بيوتها، برضو الاحساس بالعداله في الملاعب احساس جمهور، الناس قادره كويس قوي تحس هل التحكيم ليه دور، هل التحكيم بيوجه المسابقه بشكل او باخر، او بيفضل ويميل للون على حساب اخر. وانا مش بتكلم على اهلي وزمالك بس، بتكلم على كل انديه الدوري، ده احساس جمهور، وبالتالي لينا واقفه الحقيقه مع التحكيم. نروح لمنتخب مصر، منتخب مصر طبعا كل التوفيق لمستر روي فيتوريا في مواجهه غينيا القادمه والحاسمه، انت تلعب مع غينيا ان شاء الله بعد ما الاهلي يخلص دوري الابطال يوم 11، يوم 14 يعني بعدها بثلاث ايام، ومن حسن الحظ انه الوداد هو طبعا اللي جه في يعني في مواجهه النادي الاهلي في الدور النهائي، لانه لو كان سان داونز كان هيبقى في مشكله كبيره جدا عند منتخب مصر وعند مستر فيتوري. لكن في النهايه راجل قعد جلسه مع الجهاز المعاون ليه والجهاز الاداري عشان يحطوا البرنامج النهائي، لان هم قرروا يسافروا للمغرب، الماتش هيتلعب يوم 14، اعتقد هم هيسافروا يوم 9، دي الجوله الخامسه من تصفيات اللي بتاهل لامم افريقيا ان شاء الله. الصداره بينك وبين مشاركه بينك وبين غينيا، دي مباراه غينيا بس، غينيا يمكن للي ما يعرفش غينيا بتلعب ماتشاتها على ملعب او على ملاعب واستادات المغرب، لانه الملاعب بتاعتها غير مطابقه لمواصفات الاتحاد الافريقي. هتخلص مواجهه غينيا هتروح لمعسكر ومواجهه وديه ان شاء الله يوم 18، هتكون مع منتخب جنوب السودان، ودي مباراه هتتلعب على استاد القاهره الدولي.
زي ما قلت لكم مستر فيتوريا بيفكر يسافر بدري للمغرب، يعني يبتدي معسكر المنتخب في المغرب بداية من يوم 9، وزي ما تم يعني الإعلان أنه في 7 محترفين هينضموا لقائمة المنتخب، وفي بعض الأسماء الجديدة اللي هتنضم لقائمة المنتخب، لكن مش عشان ماتش غينيا، عشان أكتر المواجهة الودية أو المباراة الودية اللي هتجمع بين مصر والسودان. من ضمن الأسماء المختارة طبعا محمد صلاح، عمر مرموش، أحمد حجازي، محمود تريزيجيه، سام مرسي، مصطفى محمد، وطبعا بيغيب طبعا للإصابة عندك بقى قائمة إصابات بتطول أحمد حسن كوكا، طارق حامد، النني، وإمام عاشور. بدأ موسم الانتقالات بدري بدري أو مش بدري بدري، إحنا اللي متأخرين، هم الناس خلصت في مواعيدها الطبيعية، وطبعا أغلب المسابقات حسمت بشكل كبير جدا. الإيطالي خلص، الإنجليزي خلص، الألماني خلص، الفرنساوي أعتقد برضو خلص، وبالتالي بدأت موسم الانتقالات، وبداية مع المدربين. امبارح في سكايب أو في فيديو كونفرنس السادسة كنا بنتكلم على رحيل سباليتي اللي حقق مفاجأة كبيرة جدا، مفاجأة لما نابولي يفوز بالبطولة على حساب الميلان واليوفي والإنتر تبقى مفاجأة، ويقدم عروض قوية جدا في الموسم ده، يبقى مفاجأة وتحسب لسباليتي الحقيقة فكرة تتويج نابولي ببطولة الدوري الإيطالي. لكن لما يكون فايز بالدوري أو جايب الدوري لنابولي ويسيب او يترك قياده الفريق بصرف النظر عما تم اعلانه، رئيس نادي نابولي النهارده بيقول لك هو الراجل اللي طلب مني ان اقدم كل اللي عنده، وعايز يرتاح وعايز يبطل او يقعد سنه بدون تدريب، وده شيء لا يصدقه عقل برضه. يعني فكره راجل يبقى متوهج ومتالق واخد الدوري بنابولي، نابولي اللي ما خدش الدوري من ايام مارادونا، فيقول لك انا هبطل تدريب، قصه صعبه شويه. المفاوضات حاليا مع لويس انريكي. على الناحيه الثانيه في الدوري الانجليزي بوتشيتينو او موريتسيو بوتشيتينيو مدير الفني السابق طبعا لتوتنهام وباريس سان جيرمان، تم اعلانه مدربا لتشيلسي او هيد كوتش لتشيلسي، ووقع عقده بالفعل اللي هيستمر مع النادي اللنداني لمده 3 مواسم قادمه، ينتهي العقد بتاعه في 2026 خلفا طبعا لجراهام بوتر اللي كان مش موفق في نتائجه مع تشيلسي رغم التدعيمات الكبيره جدا اللي حصلت في الميركاتو الشتوي. هنكمل قصه الميركاتو، لعيبه ومدربين، البوصله رايحه فين، وخدوا بالكم الدوري السعودي داخل في اللعبه بشكل كبير جدا. عايز تعرف ازاي؟ هقول لك ازاي بس بعد فاصل سريع. النهارده باكد مره ثانيه مواجهه من العيار الثقيل، وسيبك من الفوارق بين الفرقتين، صحيح الفوارق كبيره على المستوى الارقام طبعا، الاهلي متفوق متصدر بفارق كبير جدا عن اقرب منافسيه، لكن انا يمكن اتكلمت على الدوافع قبل المباراه، واللي اكتر من كده كمان يهمني اقول انه النهارده احنا ميعادنا مع يعني ماتش كوره او مباراه كوره ثقيله، ان في لعيبه كتير في ارض الملعب عندها كوره، وفي لعيبه كتير في ارض الملعب مصادر خطوره، الكلام ده مش بس في الاهلي لكن كمان في سيراميكا كليوباترا. هنتكلم طبعا عن مباراه النهارده قبل يمكن 3 ساعات بالتمام والكمال من بدايه اللقاء مع ضيوفنا النهارده بلال محسن واحمد مصطفى اللي بيشرفونا في السادسه، نرحب بيهم ونقول مساء الخير. مساء الخير يا ابو حميد. مساء النور يا احمد، ودايما مبسوطين احنا معاك ونسعد المشاهدين كلهم ان شاء الله باذن الله. مساء الخير يا بلال. مساء النور طبعا استاذ احمد، اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين، وان شاء الله يبقى يوم اهلاوي بامتياز ان شاء الله، نحافظ على الصداره ونطمن كده قبل المباراه اللي تبقى بروفا يعني ناجحه قبل المباراه الافريقيه النهائيه ان شاء الله. متوقعين تبقى مباراه صعبه ولا مباراه
سهله بالنسبه للنادي الاهلي. لا هي بالتاكيد زي ما حضرتك قلت موقف سيراميكا في الجدول موقف لا يليق بالفريق، خاصه ان احنا شفنا قبل بدايه الموسم كانوا عملوا انتدابات يعني كانت بتقول ان الفريق هيروح في حته ثانيه ينافس على المربع، ولكن للاسف النتائج يعني النتائج ما خدمتهمش خالص. وصلوا للمركز ال 12 دلوقتي في الدوري، في الدوري بينافسوا على الهبوط. مدير فنيهم النهارده تعقد من موقفهم بالظبط، يبقى في ازمه عندهم كبيره جدا بالظبط. فالفرق يعني احنا شفنا في الدوري الانجليزي الفرق اللي كانت بتصارع امبارح كان يوم برده مميز جدا في ختام الدوري الانجليزي، ليستر وليدز وايفرتون بالظبط. يعني صراع ليستر وساوثهامبتون وليدز وليدز بالظبط الثلاثة هبطوا. فالفرق اللي دايما بتبقى بتلعب على الهبوط بتبقى عندها شراسة كبيرة جدا، بيبقى بتتمسك بحظوظها في البقاء في الدوري، لأن طبعا أنت عارف ساوثهامبتون امبارح اتعادل أربعة مع ليفربول. مباراة كانت قوية جدا، كان في مباريات كتير قوي حلوة امبارح، ولكن طبعا يعني كله كان مركز على المباريات اللي فيها حسم شوية، ليدز وايفرتون وليستر. يعني شفنا أنا مشيت من هنا، يعني مشيت من هنا أنا وأبو علي كان ايفرتون خلاص كان كسبان ولا كان نازل؟ كان نازل كان عشان ليستر اتقدم 2-0 وايفرتون كان خسران، ايفرتون رجع اتقدم، فكده ايفرتون احنا شفنا المشهد الختامي ولحد اخر ثانيه الشاشه مقسومه نصين زي بعد اللي حصل في الدوري الالماني اكتسب زي ده يعني دوري بيحصل. انا قلت يعني كان في الماتش 87 يا جماعه البطوله في ميونخ، لا البطوله في دورتموند، لا البطوله رجعت ميونخ سيجنال ايدونا بارك الينز ارينا. انا زعلت مع اني بحب، بس زعلت على انا بشجع الباين، بس انا تعاطفت جدا مع بروسيا دورتموند. وشوف انا يعني برضو سبحان الله الفريق اللي بيقدم نفسه وبيقدم كوره وبيقدم عروض، يعني انا انت عارف انا السيتي بالنسبه لي ايه في انجلترا، لكن انا السنه دي كنت متعاطف جدا مع الارسنال، يعني بالزبط. يعني صعبان عليا ارتيتا، صعبان عليا عشان الحاله، عملوا حاله حلوه صح. بس وقدموا كوره جميله في ماتشات كتير قوي بصراحه، لا عملوا نقله كبيره جدا الارسنال، وكمان سيناريو خساره دورتموند كمان، يعني سيناريو ان هو يتلقى هدفين مبكرين ويضيع ضربه جزاء، وكريم ايديم اللاعب المهم جدا في الفريق يصاب ويخرج ضربه جزاء يعني، لا وكمان كريم ايديم اتصاب وخرج، ويعني ما خدمتهمش بصراحه لحد ما تعادلوا في النهايه. ودوري بيحسم بفارق الاهداف، دوري كبير من احد لا فاسوء حالات البايرن، كان طبيعي ان بروسيا دورتموند يحسم الدوري، يعني البايرن مش هيمر باسوء فتراته الاخيره ديت، يعني ما شفناهاش من 11 سنه مستولي على البطوله، تخيل في اسوء فتراته ديت كان لازم يستاهلوا. طبعا كنت نفسي بصراحه ريوس يعني، بس هو تقدر تقول في البونز ليجا انه 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 دورتموند هو اللي فرط، مش البايرن هو اللي حقق البطوله بالظبط، يعني دورتموند هو اللي فرط. طيب خلينا قبل ما نفتح ملف الاهلي وسيراميكا النهارده، وقبل ما اكلمكم على مواجهه برضو تقيله بين مستر مارسيل كولر وبين كابتن حلمي طولان، عايز الاول اخدكم ل انا حابب جدا اتابع بطوله كاس العالم للشباب واشوف منتخبات افريقيه عامله ايه، والحقيقه اللي راهنت عليه امبارح حصل النهارده، ثلاث منتخبات افريقيه تاهلوا لدور ال 16. تعالوا نشوف كده شكل المواجهات هيكون عامل ازاي. هي مواجهات افريقيه بعتقد انها مش من حسن الحظ او مش من حسن الطالع، ترتيب المجموعات وقع المنتخبات الافريقيه كلها في مواجهه عتاوله امريكا اللاتينيه، وخد بالك في المراحل الصغيره دي تختلف تماما عن المنتخبات الكبار، يعني لما تتكلم عن المنتخبات الكبيره لازم تحط من ضمن القوى العظمى منتخبات زي المانيا، منتخبات زي اسبانيا، منتخبات زي فرنسا، منتخبات زي حتى ايطاليا وهي في اسوء حالاتها، وانجلترا طبعا. لكن في الفئات العمريه الصغيره دي منتخبات الشباب وتحت السن دايما 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 الارجنتين والبرازيل قوى عظمى. مهما كانت الحاله، مهما كان في استثناء، مهما كان في منتخب صغير عامل طفره في اوروبا، دايما ارجنتين وبرازيل قوى عظمى. فمن حسن حظ امريكا اللاتينيه ومن سوء حظ قاره افريقيا ان مواجهات المنتخبات الافريقيه اللي تاهلت لل 16 كانت في مواجهه عظماء قاره امريكا الجنوبيه. نشوف مع بعض، جاهزه معانا ولا مش جاهزه؟ اوكي نتكلم طبعا على دي مواجهات دول ال 16 واللي يعنينا فيها طبعا المنتخبات الافريقيه زي ما احنا شايفين كده. عندنا الارجنتين، والارجنتين هي صاحبه الارض والجمهور بالظبط، هتواجه منتخب نيجيريا اللي تاهل كمنتخب ثالث رغم انه قدم عروض قويه جدا في البطوله، فاز بالظبط فاز مباراتين، ولكن برضو مواجهته للارجنتين وهي صاحبه الارض والجمهور صعب الحظوظ، هتبقى تحدي كبير جدا، لكن نثق في نيجيريا هي عملتها قبل كده وتقدر تعملها اولمبياد طبعا. وبعد كده عندنا جامبيا،
جامبيا مفاجاه البطوله الحصان الاسود. انا براهن بقى في الثلاث منتخبات اللي صعدوا كان نيجيريا وجامبيا وتونس، براهن ان جامبيا ممكن حظوظه امام اوروجواي تبقى الافضل يعني. طيب جامبيا مفاجاه البطوله، تاهلت كمتصدر لمجموعتها وهتواجه الاوروجواي. تونس صحيح ما قدمش عروض قويه لكنه تاهل كواحد من افضل ثلاث اربع توالد في البطوله، حقق فوز وحيد على العراق اعتقد بنتيجه 3-0 وتاهل كافضل يعني واحد من اربع افضل اربع توالد عشان يواجه بقى التايكون السامبا البرازيليه. مباراه هتتلعب ان شاء الله بعد بكره يوم الاربعاء اللي جاي. شايفين ازاي المشاركات برضو يعني خد بالك اعتقد انه وصولهم لدور ال 16 وخصوصا منتخب زي جامبيا يعتبر انجاز المنتخبات الافريقيه. طبعا يعني يمكن في المراحل السنيه الصغيره منتخبات الشباب بتبقى عليها دور كبير جدا لان ده بيبقى اللي هيعتمد عليه بعد كده القوام الفريق الاول. البطوله عليها متابعات كبيره جدا خاصه من انديه وجايه في وقت كويس جدا ان وقت انتهاء السيزون، فالكشافين حوالين العالم كله موجودين هناك بيتابعوا البطوله لاكتشاف نجوم يعني صغيره في السن بتقدر ان هي تكون خلال الميركاتو القادم تكون صراع الانديه الكبيره يعني، وشفنا عدد من اللعيبه اللي تالقوا. بالنسبه للمنتخبات الافريقيه طبعا زي ما احنا اتكلمنا ان جامبيا عمل مفاجاه كبيره جدا بتصدر مجموعته، يمكن ياتي بعديه على طول نيجيريا. نيجيريا حصلت على 6 نقاط ورغم كده جت في المركز الثالث، عندها يعني حظوظها امام الارجنتين يعني ممكن على ارض الملعب تبقى ممكن كسبت ايطاليا والدومينيكان بالظبط، وخسرت امام البرازيل. مشكلتها ان هي هتواجه الارجنتين طبعا الارض والجمهور، ومنتخب الارجنتين كمان منتخب كويس قوي فيري باد لك بالظبط، ولكن يعني كل شيء على ارض الملعب وارد يحصل. والمنتخب الاخير طبعا منتخب تونس هتبقى حظوظه صعبه امام البرازيل خاصه ان هو يعني ما بيأديش افضل حاجه، ولكن استفاد من الفوز على العراق ان هو كان عنده 3 نقاط قدر يصعد بيهم كأحسن ثالث يعني. والتوفيق طبعا لكريستو لاعب النادي الاهلي طبعًا. اللي يعني بنامل ان هو يستفاد من البطوله ويرجع يفيدنا بقى هنا في النادي ان شاء الله. مين ممكن يروح لبعيد يا احمد من وجهه نظرك في المنتخبات الافريقيه؟ تونس تونس انها تقابل منتخب البرازيلي، لكن انا شايف ان تونس منتخب مميز ولاعيبه عندها حلول، وشايف ان المنتخب البرازيلي مش بقوه المنتخب البرازيلي الاول يعني. احنا بنراقب طبعا السامبا طبعا كلها مواهب، لكن شايف ان المنتخب التونسي ممكن يوصل لمراحل ابعد. المنتخب النيجيري قوي جدا، لكن لسوء حظه فعلا زي ما بلال قال ان هو قابل المنتخب النيجيري على ارضه الارجنتيني فشايف ان المنتخب النيجيري اعتقد يعني باد لك فعلا ان هو قابل المنتخب الارجنتيني في التوقيت ده، لكن المنتخب التونسي شايف ان هو اعتقد ان هو هيوصل. طيب خليني اقفل صفحه، اتمنى التوفيق طبعا. استبعد احمد فيه. استبعد جامبيا خالص. لا هي جامبيا بيني وبينك ما حدش كان يتوقع يعني ما حدش كان يتوقع انها تبقى وصيف بطوله افريقيا هنا بالظبط، وما حدش كان يتوقع انها تروح تتصدر في مجموعتها في كاس عالم. لا يعني وكمان استبعادي يعني ممكن بعد شويه بقى اجي اقول لك بنتقابل في حلقه ثانيه وصيف العالم بطل العالم جامبيا يا جماعه، فتقول لي ما حدش كان متوقع برضه. في طيب. منتخبات كده بتبقى برضو مع النفس الطويل بتبقى عايزه منتخبات كبيره. صحيح. اوروجواي طبعا اعتقد ليه باع طويل في لا وبتفرق برضو فكره انك انت تلعب وانت مش مطالب بتحقيق حاجه. بالظبط. يعني لما تبقى منتخب جامبيا فتروح تتصدر المجموعه وتطلع تلعب اوروجواي ما حدش مطالبك انك انت مفيش ضغوطات يعني صح؟ مفيش ضغوط. عايزين بقى نعمل اسقاط على يعني منتخب زي جامبيا ونقارن، لو هنعمل مقارنات هتاخد حلقات، ولكن ده الاعداد الجيد والتخطيط الجيد وصل منتخب جامبيا انه وصيف بطوله افريقيا وبيتصدر مجموعته في كاس العالم للشباب، وده انجاز كبير جدا لدوله زي جامبيا ومنتخب واعد زي جامبيا، ده نتاج التخطيط والشغل والمنظومه طبعا اللي بتبقى دايما بتنجح اي حاجه انك بتبقى جاي من تحت وانت على متاسس كويس. صحيح. طيب هقفل ملف كاس العالم وهنتابعه طبعا في الايام اللي جايه يوم الاربعاء، في لغايه يوم الاربعاء في مواجهات مهمه كتير، فهنتابع ان شاء الله ونتمنى التوفيق لمنتخباتنا الافريقيه. قبل ما ادخل بس في ماتش الدوري النهارده، حد شاف امبارح فيوتشر وامبي؟ اسمحوا لنا نلعب 25 دقيقه. الموضوع صعب يعني ما اعرفش ازاي حصل كده. لا الحقيقه يمكن وقع من الـ من الـ من الحاجات من النوادر مبدئيا طبعا، بس احنا عايزين نفند الواقع يعني برضه عشان يعني في 17 دقيقه الفار بيتصلح فيهم يعني ده يا جماعه ده صعب جدا، الموضوع بقى صعب. لو ازاي يعني بتصلح والماتش يعني 17 دقيقه بتصلح الفار وبعد كده الحكم يقعد يراجع الـ 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 الحاله اللي هو اصلا المفترض مش لان هو حس يعني هو حس ان الكره خبطت فيه اكيد مش محتاج يروح يشوفها يعني. على فكره انا اتكلمت مع لعيبه من الفرقتين هنا وقالوا لي تفسير الحكم ايه، ان الحكم قال ان هو ما ضرش فيوتشر في حاجه
يعني ما ضرش سوري انبي في حاجه ان الكوره كانت في استحواذ لاعب فيوتشر، بالعكس ده هو عطل لاعب فيوتشر ومحدش وقف، هو قال كده يعني هو قال اتكلم مع اللعيبه، يمكن شفنا الميكروفونات في الملعب الصوت كان عامل ازاي امبارح، فهو قال للاعيبه الفرقتين ان هو شايف ان مع ان القانون بيقول انك بمجرد ما الكره تلمس الحكم توقف اللعبه حالا توقف، ما تستناش نتيجه اللعبه، اصل انت استنيت نتيجه اللعبه الفريق اللي احرز هدف او استغل الكره حقه يتمسك بحظوظه والتاني حقه يعترض لانه هيتمسك بتطبيق القانون، فانت اللي عملت المشكله من البدايه، انما لو انت صفرت وطبقت القانون هنا وهنا هيمتثل للقرار. هو السؤال الاهم احمد، ليه القانون ما بيتطبقش؟ ليه دايما الموضوع متساب كده ان انت تبدا تستنى وتصبر وتعمل الحاجات كلها، في دايما كل الاختيارات بتبقى ناتجه عن ان انت مش عايز تاخد قرار صارم وتطبق القانون، طبق القانون ايا كان لصالح انبي صالح فيوتشر مفيش مشكله. القانون ما فيهوش اللي انت تقعد تستنى 25 دقيقه وتشوف اذا كنت انت هينفع وتشوف حاجه من الاثنين، انت حافظ القانون وعارف ايه هو القانون عشان تطبقه، يا اللي مش عارف القانون دي يبقى كارثه. تفكير الحالتين كارثه. في جميع الاحوال هي كارثه. كارثه طبعا انا بتكلم يعني في النقطه دي. الاحوال هي كارثه. لازم القانون يطبق. المباراه بدات من 28. ملف التحكيم واحد من الملفات اللي الحقيقه كتر الكلام فيه. ملاش حل ما تفهمش. وبعدين لعبنا فيه العاب كتير قوي ما فيش لعبه فيهم جابت جون. صح. يعني شايفين ايه الحل؟ يعني عشان نرجع يرجع التحكيم المصري تاني، طول عمر الحكم المصري يعني مش محل تشكيك الحقيقه. ومش عايز اعمم يعني، بالتاكيد في حكام احنا برضو يعني لحد كبير برثق فيهم، في اسماء انا شخصيا لما بشوفها بتحكم مباراه مش هقول الاسماء دي ايه، بس لما بشوفها الى حد كبير بطمن، لكن مكانه الحكم المصري جوده الحكم المصري لما تقارنها باجيال قبل كده لا تحس ان في حل في تراجع. طبعا تعالى بص على مثلا مستوى كاس العالم، احنا بقى لنا كام نسخه ما فيش حكم مصري متواجد في كاس العالم. يعني احنا شفنا في السابق كابتن جمال الغندور، شفنا كابتن عصام عبد الفتاح، بعد كده شفنا ممكن لاين مان بيروح كده كحاجه شرفي بيحكم في الادوار الاولى وخلاص، وده يدل على مكانه الحكم المصري في المنافسات العالميه مش موجود. انت عندك يعني انا شايف المشكله، انت حضرتك سالت عن المشكله، اهم حكام الطرف افريقيا اللي بيحكموا الماتشات، سيبك من كاس العالم. بالظبط. يعني انسى كاس العالم، كاس العالم ليفل تاني، ليفل حقيقة. وحش. لكن لما تيجي تبص حتى على مستوى بطولات افريقيه ما عندكش واهم الماتشات سواء على مستوى منتخبات او على مستوى انديه، هتلاقي برضو انه في غياب بقاله فتره باستثناء محمود البنا يعني اللي بياخد بعض المباريات المهمه. مفيش حد تاني على الساحه الافريقيه. وانا عايز بس، انت حضرتك سالت ايه مشكله التحكيم هنا، يعني واحده من اهم مشاكل التحكيم هي مشكله التعيينات. كان حصلت حاجه غريبه في مباراه الاهلي وانبي، كان ادارها الحكم محمود بسيوني، لكن انت تخيل ان الحكم محمود بسيوني بعد 28 جوله من بطوله الدوري حكم ثلاث مباريات فقط. تمام. الحكم محمود بسيوني تم ايقافه في مباراه الاهلي وغزل المحله لسوء المستوى، يقوم يرجع على مباراة الأهلي. حاجة غريبة جدا يعني. مشكلة التعيينات، بتلاقي مثلا ان حكم الفار خالد جمال الغندور دايما متواجد في مباراة الأهلي، واخد 21 مباراة من 28 مباراة. مش معقول يعني إيه؟ لو فتحنا ملف التحكيم بالظبط هنتكلم كتير، فيعني لازم يبقى في قواعد. لا بس كنت حابب اقف مع واقعة امبارح، لانه يعني بيتهيألي انه مثيرة للجدل. يبقى هل في مقاومه مثلا، هل رغم وجود الخبير الاجنبي، هل في مقاومه لوجود خبير اجنبي؟ يعني هل احنا جربنا خبير الاضافه يعني الراجل ما استحملناش، طبعا وهرب وعمل مشاكل وعمل يعني حاجات مش كويسه بره في بلده. انا كنت بشوف ان جلاتنبرج بصراحه دوره كان التاثير بتاعه على الحكام كان واضح. لا هو واضح ان جلاتنبرج واضح من الاضافه كبيره جدا. ما كانش عنده صلاحيات كامله. ما كانش عنده صلاحيات كامله كمان. ما كانش ماسك ادواته بشكل كامل، وكان في ناس بتتدخل. اتعملت عليه حمله طبعا، واتعملت عليه حمله كبيره جدا. بالظبط. استحملش طبعا فمشي. طيب على كل الاحوال خلينا نفتح ملف الاهلي وسيراميكا النهارده. كنت بتكلم الحقيقه انه سيراميكا رغم انه ارقامه، تعالوا نشوف كده ارقام سيراميكا في جدول الدوري، ترتيبه، عدد النقاط اللي حصل عليها، المشوار بتاع الفريق في على الاقل في اخر خمس مباريات، تغيير طبعا الجهاز الفني بقياده معين الشعباني وتولي كابتن حلمي طولان المسؤوليه، كل دي حاجات لازم تحطها في معادله مباراه النهارده. نشوف جاهز الجدول معانا بتاع الترتيب. ادي جدول الترتيب، ده طبعا ماتش النادي الاهلي في المرتبه الاولى، طبعا اخر خمس ماتشات في الدوري في بطوله الدوري كسبها، 23 مباراه لعبها، 59 نقطه، 44 هدف سجلهم، 7 اهداف استقبلتهم شباكه.
اقوى هجوم واقوى دفاع. الاهلي بحاجه للفوز في 6 مباريات عشان يحسم الدوري. مظبوط. بمواجهه سيراميكا لو كسب النهارده، ولو كسب بشرط انه بيراميدز يفوز في كل مباراه. ولو الاهلي كسب بيراميدز يبقى خلاص محتاج 5 مباريات. الاهلي في مواجهه مباشره بينهم من بعض. بالظبط. خلينا نقول انه طبعا الاهلي متبقي ليه 11 مباراه. يعني بعد مباراه النهارده يبقى متبقي ليه 10 مباريات فقط لا غير. مكسبه النهارده يخليه يحتاج 5 مباريات، حتى لو بيراميدز المنافس الاقرب ليه فاز بكل مبارياته برده ما يوصلش للرصيد الاهلي من نقاط. نروح لسيراميكا بقى، وخد بالك وركز معايا من الترتيب رقم 12 اللي بيحتله سيراميكا. سيراميكا مبدئيا لعب 28 مباراه عنده منهم 31 نقطه، وتحت ال 31 دي بص معايا كام؟ 31 بنك. 31 بنك اهلي، أسوان. 31 اسوان، غزل المحله، 31 غزل محل. فبالتالي المركز 12 المركز 15 نفس الرصيد من النقاط. يجي بعدهم الداخليه برصيد 28 نقطه، يعني بيفرق عنهم 3 مباريات فقط لا غير، لكنه لعب طبعا مباراه زياده. نتائج سيراميكا في اخر 5 مباريات اتعادل 3 مرات وخسر مباراتين ولم يحقق فيهم الفوز في اي مباراه. الارقام اللي احنا استعرضناها دي يا احمد، سواء في عدد النقاط او في المركز في الترتيب او في اخر 5 جولات، شايف ممكن تكون مؤثره في مواجهه الاهلي النهارده او في تفكير كابتن حلمي طولان، لانه ما عندوش بديل تاني وهو بيلعب الاهلي النهارده؟ طبعا مؤثره جدا. سيراميكا كليوباترا خلاص يعتبر دخل دايره الخطر، باين جدا من ترتيب الجدول الدوري، فمدي المباراه طبعا صعوبه جدا، لان سيراميكا اي نقطه دلوقتي في المراحل المتبقيه من الدوري ترجعوا اربع مراكز مهمه يعني جدا. ال 12 يبقى في ال 16 بالظبط، وخلاص الانديه كلها بقت برضه قريبه من بعض يعني. وشايفين الفروق بسيطه جدا. طبعا ده يدي المباراه صعوبه كبيره قوي، والاصعب في ده طبعا تغيير الجهاز الفني ده بيخلي اي نادي او اي فريق لما في مدير فني جديد بيدي دوافع جديده، واعتقد كابتن حلمي طولان عنده خبرات وقدر لعب مباريات كبيره قدام النادي الاهلي وحافظ النادي الاهلي كويس جدا، واعتقد هو دايما بيلعب بطريقه اغلب بيلعب بخمسه في خط الظهر، دي طريقه المعتاده لكابتن حلمي طولان، بيحب دايما يامن ودايما يبقى عايز يخطف هدف او يخطف اي نقطه في اول الشوط الاولاني تقريبا عشان يقدر يحسم المباراه او يخلي النادي دايما تحت ضغط. فشايف ان مباراه النهارده هتبقى صعبه جدا على النادي الاهلي، وان كمان صعوبه المباراه في ان هي البروفه الاخيره للنادي الاهلي قبل مباراه الوداد. فالنادي الاهلي هيبقى تركيزه الكبير جدا ان هو يحسم المباراه، مستر كولر طبعا عايز يحسمها قبل مباراه الوداد، فهيبقى برضه في اللعيبه اكيد شغلها شاغل مباراه الوداد المغربي، وده دور مستر كولر ان هو يفصل اللعيبه تماما وتركيزها الذهني عن مباراه الوداد عشان يحسم مباراه سيراميكا، ويتبقى طبعا 5 مباريات بعد كده يحسم بيهم الدوري بسهوله جدا. اذا كانت الصعوبه بالنسبه لمارسيل كولر يا بلال هي اختيار التشكيل الانسب لماتش النهارده، منها زي ما احمد كان بيقول يجرب في بروفا اخيره رسميه قبل مواجهه الوداد، ومنها انه يحافظ على اسماء بعينها سواء من الاجهاد او لا قدر الله من الاصابه. فالتحدي الاكبر والاصعب عند كابتن حلمي طولان ازاي هيواجه الاهلي وهو فايق، ازاي هيواجه الاهلي وهو نازل عارف انه الاهلي بيسعى لل3 نقاط وهو في اشد وامس الحاجه لنفس ال3 نقاط دول. طيب يعني احنا لو اتكلمنا عن حلمي طولان كمدير فني لسيراميكا وازاي يواجه النادي الاهلي، حلمي طولان طريقته معروفه، هو بيلعب يمكن شفناه مع مباراه مع سيراميكا امام فيوتشر المباراه الاولى ليه والاخيره لسيراميكا في الدوري، واللي خسرها سيراميكا بهدف مقابل لا شيء. يمكن مباراة واحدة من أكتر المباريات في بطولة الدوري اللي شهدت ضياع فرص لفريق واحد وهو فريق سيراميكا كليوباترا. يمكن اللي يقول كده كمان فوز محمود عبد الرحيم جنش حارس فيوتشر في المباراة دي بجائزة أفضل لاعب، لأنه تصدى ل3 أو 4 انفرادات صريحة من لاعبي سيراميكا في اليوم دوت. كابتن حلمي طولان بيلعب 4-4-2 أو 4-3، يعني تقدر تقول إنه بصمات حلمي طولان ظهرت بشكل كبير جدا مع سيراميكا في مباراة فيوتشر حتى رغم الخسارة. حتى رغم الخسارة عمل مباراة كبيرة جدا، ويعني أنا في رأيي اليوم ده سيراميكا ما كانش يستحق الخسارة، على الأقل كان يخرج بتعادل. سيراميكا بيعتمد على أحمد هاني الظهير الأيمن ومحمد شكري الظهير الأيسر، واحد من أفضل لاعبي سيراميكا وأعلى لاعب تقريبا في الفريق عامل صناعة أهداف، يمكن كان هو عمل مباراة الدور الأول بالمناسبة انتهت 1-1 لو نفتكر. الأكثر صناعة محمود شكري. محمد شكري. هو لسه ما بصيتش. محمد شكري.
ليفت، هو بالمناسبه لاعب منتقل من النادي الاهلي ومرشح انه يرجع للنادي الاهلي. لاعب مميز جدا، بيجيد تنفيذ الضربات الثابته بصوره مميزه، وهو اللي كان صنع هدف التقدم للجامعه الاكثر صناعه للاهداف. للاهداف بالظبط، في فرق بين الاكثر صناعه للاهداف والاكثر صناعه للفرص. بالظبط. هو محمد شكري ما كانش لعب مباراه فيوتشر بالمناسبه، كان عنده اصابه، وهيرجع النهارده مع احمد هاني في الباك رايت. الاثنين دول الباكين عامه في طريقه لعب حلمي طولان بيستغل الاثنين دول عن طريق كده كده بيلعب الكره الطويله، وبيستغل ان لعيبه خط الوسط في التحضير ولعب الكره الثانيه لاحد الظهيرين. الظهير اللي بيتقدم او مايل ناحيته الكره بيتقدم وبيكمل، والظهير الثاني بيرجع بيضم ثالث مع الاثنين المساكين، وبيبقى الملعب ثلاثه، بيتقدم واحد بس من الاثنين الديفندرات وواحد ثاني بيكمل. حلمي طولان بيعتمد في طريقته الدفاعيه ان كل لاعب بياخد اللاعب اللي في مركزه، يعني 6 مع 10، لو ما فيش 10 يبقى 8 مع 8 و8 مع 8، تمام؟ بيخش اللاعب الزياده دايما او الباك، بيبقى الباك مع الهاف والهاف مع الباك، دي طريقه حلمي طولان. بيضغط من قدام باثنين، غالبا بيكون محمد ابراهيم واحمد ياسر ريان، وبيعتمد زي ما قلنا على الكره الثانيه، استخلاص الكره الثانيه وبدايه الهجمه من وسط ملعب الفريق المنافس. ده فكره حلمي طولان. مارسيل كولر هيشغله حاجه واحده. خليني قبل ما اروح لمارسيل كولر دلوقتي اكلم احمد في نقطه قوه سيراميكا الهجوميه بالارقام. الحقيقه عندهم، انا كنت يمكن في اول الفقره بقول ايه، انه ماتش النهارده فيه كوره، لانه على ارض الملعب في الناحيتين في لعيبه كوره كتير، وهجوميا الحقيقه يعني انا بشوف انه الكواليتي بتاع لعيبه سيراميكا ما يترجمش مستوى النتائج اللي هم وصلوا بمنتهى الصراحه. وحتى فعلا الارقام اللي عاملها الفريق هجوميا بتقول ان هو عنده لعيبه مؤثره جدا وفعاله جدا وفي منتهى الخطوره، ابرزهم احمد ياسر ريان طبعا هداف الفريق، رصيد 7 اهداف، ومحمد ابراهيم الاكثر صناعه خمس للفرص. لا مش اربعه، لا محمد ابراهيم اكثر صناعه فرص مؤكده 54 على مدار الموسم كله، وبالتالي انت بتتكلم في رقم كبير، رقم كبير جدا، كبير جدا. وما اقدرش انكر كمان اهميه وخطوره صلاح محسن، اكثر لعيبه سيراميكا على المرمى تصويبا على المرمى، ولا ميدو جابر بالظبط كده. ميدو جابر كمان لعيب عنده كوره، انت بتتكلم في لعيبه كلها اعتقد لعيبه اهلي وزمالك. احمد ياسر ريان لعب النادي الاهلي، ميدو جابر لعب في النادي الاهلي، محمد ابراهيم لعب نادي الزمالك، فبتتكلم في اغلب لعيبه فعلا. صلاح محسن لعب النادي الاهلي، محمد شكري لعب النادي الاهلي، فبنتكلم اللعيبه كلها عندها خبرات. مباراه فعلا هتبقى زي ما انت اتكلمت احمد ان هي مباراه صعبه جدا، واحمد ياسر ريان ومحمد ابراهيم لعبوا في اوروبا يعني بالظبط، احترفوا طبعا كمان. وعندهم خبرات كبيره جدا. نادي سيراميكا على فكره من اول الموسم بيقدم مباريات كبيره، لكن عنده سوء حظ غريب جدا، وعنده مشاكل دفاعيه كبيره جدا، يعني مشاكله فعلا، وده باين في الارقام اللي انت عرضتها احمد. يعني بسام برضو عامل رقم مش وحش، يعني مش وحش، بس 10 كلينشيت بس عندهم اخطاء دفاعيه. انا بشوف بسام جول كيبر يعني تقيل برضه، حظه حلو قوي قدام النادي الاهلي، قدام الاهلي بيبقى بيتألق. ايوه بالظبط يعني. مش عايزين ننسى كمان كناريا، كناريا طبعا لعيب كويس جدا، ولعب بحب كناريا ولعب كوره. انا بمناسبه كناريا، انا بشوف مشكله سيراميكا من وجهه نظري من اول الموسم في لاعب رقم 6. هو اعتقد دي كانت مشكله سيراميكا مع كابتن احمد سامي ومع معين الشعباني، ان هم من كتر لعيبه الكره الكتير واللعيبه كلها عندها حلول، سواء ميدو جابر وحتى محمد عنتر اللي بيجيب له، اعتقد محمد عنتر اكتر مراوغ في فريق سيراميكا كليوباترا، فبشوف ان طبعا محمد ابراهيم واحمد ياسر ريان، لكن لما بيلعب في اتنين في نص الملعب كناريا وحتى بيلعب جنبه توني، الاثنين لعيبه كوره، لاعب رقم 6 اللي هو اللي بيسيب كل اللعيبه كلها تعمل اللي هي عايزاه، القلب النابض بالظبط. فانت في الوقت اللي كل الهجوم او نادي سيراميكا بيهاجم، فمحتاج لاعب اللي هو رقم 6 اللي بيفضل دايما واقف، زي سواء ديانج او حمدي فتحي، اللعيب اللي هو دايما خلاص بيلم ورا الفرقه بتاعته. ما عندهمش اللعيب ده. انا بشوف ان هو مشكلتهم لغايه دلوقتي دي حقيقه، دي مشكلتهم الحقيقيه، اللي من اول مباراه ليهم بيوصلوا. اعتقد لو جبنا احصائيه لفرق الدوري كلها هنشوف ان فريق سيراميكا كليوباترا اكتر فريق في الدوري وصل للمرمى. عندنا الاحصائيه دي، فاعتقد ان فريق سيراميكا كليوباترا وصل للمرمى كتير جدا، وعندهم لعيبه مميزه، لكن اعتقد انه على مستوى صناعه الفرص المؤكده في كل مباراه سيراميكا كليوباترا رقم 2 بعد النادي الاهلي. انا بتكلم في كده، الاهلي 5.9 فرصه في كل مباراه، سيراميكا 5.7 اعتقد في كل مباراه. فده يبين يعني رقميا وفنيا ان سيراميكا عندهم لعيبه مميزه جدا، ولعيبه كلها عندها شخصيه ولعيبه كبيره، لكن مشاكل كلهم او المشكله الوحيده من وجهه نظري في الديفندر، لاعب رقم 6 مش موجود عندهم، فهو بيحاول دايما يتغير طريقه اللعب عشان تحاول تقلل الخطوره عليك، لكن ملاش حل. هو الموسم حتى في شهر يناير ما قدروش حتى يجيبوا لاعب رقم 6 يعوض المشاكل الدفاعيه دي. طبعا عندهم رجب نبيل على فكره مميز جدا في ضربات الراس، حتى رقميا هيبان ان رجب نبيل من اللعيبه المميزه جدا، واحرز اهداف كتيره جدا، بيلعب ان هو كويس.
وبيكهام طبعا لاعب النادي الاهلي. فبنتكلم نشوف اللعيبه كلها اغلبها تقريبا لعيبه النادي الاهلي ولعيبه منتخبات، ففريق مميز ومع كابتن حلمي طلع اعتقد هيديهم اضافه كبيره جدا النهارده. مباراه مش سهله تماما على النادي الاهلي، انا بشوف ان النادي الاهلي النهارده قدام مواجهه او بروفا حقيقيه لمباراه الوداد، واعتقد ان مستر كولر هيلعب بالتشكيل الاساسي ومش هيقدر يعني الروتيشن طبعا هو دايما ده انا فاهم طبعا الروتيشن كده كده موجود في شخصيته اصلا في شخصيه مستر كولر، لكن الروتيشن في ان هو لا انا عينيه بص على مباراه الوداد، لان المباراه طبعا تقريبا بعد اربع خمس ايام فمباراه صعبه جدا هو النهارده كله يعني انا هتكلم على الجمهور، انا طبعا اللعيبه انا واثق ان اللعيبه عايزه باقل مجهود ممكن بالظبط ال 90 دقيقه يعدوا ناخد 3 بونت وشكرا سلام عليكم وعليكم السلام ونقفل الدوري ونتكلم في بطوله افريقيا. مستر كولر وارد جدا انه يبقى طبعا النهارده حتى لو ما بيعلنش عندها في اوضه اللبس او ما بيكلمش لعيبته في ده ويقول لهم ماتش ده الوداد يعني افصلوا بين الماتشين وبين البطولتين، لكن هو بالتاكيد في الباك لاين عنده يعني قاعد بيفكر ويقول انا هجرب ايه النهارده، هطمن على لعيبه مين، هلعب بأي طريقه، هلعب بأي طريقه، ايه التريكات اللي ممكن اجربها في مباراه رسميه يعني اكيد ده. لكن بالنسبه للجمهور النهارده هو مش شايف سيراميكا، هو عايز يشوف الاهلي، هو عايز يشوف كره الاهلي وعايز يشوف مستوى الاهلي وعايز يشوف قدرات الاهلي عشان يبقى قدامه اسبوع كده ايه حاطط في يعني مروح على قلبه ومستني ماتش الوداد. ازاي بيفكر كولر النهارده في المباراه؟ وهل زي ما انت زي ما قال مصطفى هيلعب بالتشكيل والطريقه اللي ممكن يكون بيفكر او بيحضر انه يواجه بيها الوداد، ولا متوقع ان يكون استمرار لماتش الطلائع؟ يعني يمكن عايزين نقول في البدايه كمان في نقطه مهمه، ان الملعب النهارده ملعب سيراميكا، يعني زي ما هو ملعب النادي الاهلي سيراميكا كمان بيخوض كل مبارياته على ملعب استاد القاهره، فكل فريق النهارده يعتبر ان الملعب ملعبه، ودي حاجه نقطه هتدي نقطه قوه اضافيه لكلا الفريقين. فالمباراه على ارض الملعب هتبقى كويسه جدا، كل فريق بيلعب في ملعبه وكل فريق عنده الدوافع المطلوبه. مارسيل كولر هيدخل اللقاء ملعبنا قبل اي لا انا اقصد كمان سيراميك، ما هو احنا بقى مديفا دي من ضمن الحاجات اللي لو اتكلمنا فيها ان ازاي اصلا تسمح لاكتر من فريق يلعب على ملعب واحد، وقصه كبيره نبقى نتكلم عنها بعدين. مارسيل كولر هيدخل اللقاء مفيش شك ان المباراه النهائيه واخده من تركيز الجهاز الفني واللعيبه والجمهور، ده مفيش شك، ما ينفعش تقول لي افصل وانا عندي نهائي بعد اسبوع. ثلاث سنين اعلام رياضي، ممكن احط لك روشته كده يعني طبعا وانا لا قد ولا عندي خبره الاساتذه الكبار والمحللين والخبراء، بس انا ثلاث سنين احط لك روشيتا بتكلم على الدوري، سيبك من الرياضه عموما يعني في مصر، بتكلم على الدوري المصري، احتاج روشيتا تنقل المسابقه دي من مسابقه بشكلها الحالي مش هقول تقييمي ليها ايه لمسابقه ثانيه خالص، على الاقل تكون الافضل على مستوى افريقيا وواحده من افضل دوريات اللي موجوده في روشيتا دي اكيد رقم واحد فيها التنظيم، بتتكلم على ملاعب، بتتكلم على نقل تلفزيوني، بتتكلم على حضور جماهيري، بتتكلم على ملف تحكيم، بتتكلم على ارضيه ملعب، تتكلم على ماركتينج، تتكلم على كونسبت تحطه لمسابقه الدوري في دوله الكوره فيها اهم رياضه موجوده في الانديه فيها مواهب كبيره عندها تاريخ وعندها شعبيه وعندها بطولات وعندها ارقام وعندها رموز، لكن للاسف الشديد الامبلاش بتاع القصه في الاول والاخر لا يليق. لا يعني احنا مش عايزين كمان البساط يستمر في يعني او الدوريات اللي حوالينا. وانا ما قلتلكش لا ده انا ما قلتلكش صحيح فاجئني. واحد بنسبة كبيرة جدا والأيام بيننا، ميسي، دي ماريا، مودريتش، بوسكيتس، ألبا، بنزيما، راموس في الدوري السعودي. ده خلاص دي ماريا وميسي خلاص ده رسمي، دي ماريا وميسي يعني في الرتوش الأخير لكن يعني تم الإعلان بشكل واضح وصريح إنه حتى كان في كلام إدارة برشلونة عايزة تاخد ترجع ميسي مرة تانية وطالبين من رابطة الليجا إنها تديهم مش عارف سماح بإيه وبلا بلا بلا بلا، اتقطع الموضوع ده وقال لك ميسي بنسبة كبيرة جدا السنة الجاية في السعودية ومع دي ماريا. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، إن البساط بيتسحب من ده دوري إسباني من تحتيك. والله لا يعني كمان أنت المنطقة العربية كلها كانت من هنقول من 10 12 سنه كان السبوت كله كانت مباراه الاهلي والزمالك دي في المنطقه العربيه، صح كله صح بيأجل مواعيد دورياته عشان يقعد يتفرج على ديربي الاهلي والزمالك، فالموضوع بيتسحب مننا، البساط بيتسحب مننا واحده واحده، واحنا مش حاسين للاسف وسامحين بكده يعني صحيح. انا شايف ان احنا سامحين جدا وطيبين جدا ان الدوريات اللي حوالينا التنظيم فيها، احنا كان لسه متكلمين عن مباراه فيتشر وين، بقول لك عشان ما نخرجش بره الفنيات بس انا عايز اقول حاجه ثانيه، انه مع الاخذ في الاعتبار انا قلت طبعا يعني شويه اسماء كل واحد منها يشيل دوري، يعني لو واحد منهم بس جه في الدوري المصري احنا يعني مش عايز اقول لكم هنبقى عاملين ازاي، لكن كمان خد بالك انه كواليتي
المحترفين اللي عندهم سواء من امريكا اللاتينيه رومارينيو ده بتاع الاتحاد ايه ده او من افريقيا برضه في حته ثانيه خالص. صح يعني طبعا بتتكلم على كواليتي على اعلى مستوى يعني مش بس الاسماء لكن بتكلم كمان على كواليتي اللعيبه المحترفه اللي عندنا. يعني نتمنى ان احنا وكان في اول امبارح المباراه حتى الصراع الكبير في الدوري السعودي ما بين النصر وبين الهلال والنصر والاتحاد الصراع الكبير قوي باين حتى قوه الدوري السعودي برضه في اللحظات الاخيره اللي هو الفرق يعني بين الاتحاد بصراحه عمل سيزون جدا هو يستاهل خسر الدوري الموسم اللي فات في الامطار الاخيره تدارك بقى الخطا ومبارك طبعا للاعبنا احمد حجازي وطارق حجازي يتوج ببطوله الدوري على حساب دوري في بيلعب فيه رونالدو دي مناسبه تاريخيه رونالدو بقى جه في يناير بس عشان احنا ايه نديله برده نديله حقه ورونالدو جه في يناير وما يعني ما خدش الموسم كله وتغيير المديرين سمع انه في كلام انه راجع اوروبا راجع احنا قلنا الكلام ده في بدايه التعاقد وقلنا ان نيوكاسل في حاله تاهل نيوكاسل لدوري ابطال اوروبا احتمال يكون في بند ان هو يرجع وبيحاول نيوكاسل يعيده مره ثانيه للدوري الانجليزي ولدوري ابطال اوروبا هنتكلم عن كولر نقول بسرعه كولر يعمل ايه ولا يلا نأجلها. بس في كلام بيتقال انه عقد بتاع ميسي اللي تجاوز عقد رونالدو هو السبب هو السبب في ان رونالدو قال لك لا انا مش لاعب نفسي بقى اعملوا لي تعديل بعد ست شهور عضل عايز يعدي العقد هو رونالدو من اذكى الشخصيات في الدنيا هو كان في الوقت اللي راح فيه الدوري السعودي اعتقد كان اكتر شخص او اكتر لاعب كره في العالم كان مضغوط كل الضغوطات كانت عليه فخلاص هو برضه حسبها بذكاء جدا كان محتاج يفك الضغوطات وحصل لما فك الضغوطات وراح الاتحاد جده هو نجح ماديا وفي نفس الوقت الضغوطات راحت من عليه وثالثا رجع لمنتخب بلده بقوته ورجع تألق طبعا مع المنتخب وعلى فكره انضم النهارده برضه في معسكر البوسنه والقبرص المباراه المعسكر القادم على المنتخب البرتغالي فهو كسب من كل النواحي الموسم القادم اعتقد هو هيحقق اللي هو مخطط له ان هو هيرجع الدوري الانجليزي او اوروبا تاني ويبقى هو كده الضغوطات اتفكت عن كريستيانو ورجع الدوري اوروبا اللي هي البطوله اللي بيحبها يعني مظبوط طيب نرجع لماتشنا مره ثانيه كلام بياخدنا وبيفتح كده احنا بنتكلم برضو عن قيم كبيره يعني بنتكلم عن رونالدو بنتكلم عن دوري يعني الاحداث فرضت نفسها هو ده اللي احنا بنتكلم لما يكون عندك حدث كبير قادر تعمل حدث كبير الحدث هيفرض نفسه على كل الاوساط لا بس انا في نقطه ثانيه الحقيقه برضو والشيء بالشيء يذكر بما ان احنا فتحنا الدوري السعودي ومش السعودي بس الكلام على اغلب دوريات العالم يعني الدوري السعودي خلص يوم السبت اللي فات على طول يعني من 48 ساعة النهاردة بتكلم على الزون أو الريجن أو المنطقة اللي احنا موجودين فيها بالتأكيد هي بتستهدف لاعبين من الدوري المصري وانت ممكن تكون بتستهدف لاعبين من البطولات دي ازاي ده ممكن يحصل في ظل حالة الخلل الموجودة في التزامن بين المسابقات انت بتتكلم في بطولة هنا لسه هتستمر على الأقل شهرين يعني لو خلصنا في 27 أو 25 سبعة تتكلم في شهرين جايين فبالتالي في ودي حاجه مستمره بقى لها ثلاث مواسم ازاي انت هتسوق وتبيع وتستفيد وازاي انك ممكن تشتري قصه كبيره جدا 30 موسم مش ثلاثه بس يعني احنا مشكلتنا من يوم ما تابعنا كوره وهي نفس المشكله هنبدا امتى وهنخلص الدوري امتى لازم كل ده كل موسم لازم يحصل الدوري الانجليزي في عز ازمه كورونا انهى الدوري في مواعيده وبدا الدوري الجديد في مواعيده فلا انت ملتزم هنا بقواعد الفيفا صح قواعد الفيفا بتقول انه فترات القيد يعني يسمح للانديه انها تأيد لاعبين جدد بعد انتهاء اخر يوم في مسابقه الدوري يعني لما الدوري بتاعك يخلص يعني يخلص بقى يوم 1/6 يخلص يوم 1/8 من بعده على طول كاتحاد كوره من حقك تفتح للانديه فتره قيد فبالتالي انت بتتكلم النهارده عنك هتبتدي سيزن تبتدي تأيد لعيبتك في 1/8 مثلا انجاز تعبير في الوقت اللي الانديه السعوديه من حقها النهارده تعمل انتقالات وتشتري وتبيع والدليل على كده يا استاذ احمد ان اللعيبه المصريه اللي عقودها هتنتهي يعني لاعب مثلا شفنا لاعب زي فرجاني سياسي 30/6 عقده انتهى رسمي والموسم مستمر خد شنطه هم اعلنوا بيبلغوني دلوقتي ان السعوديه اعلنت انه القيد باب القيد هيتفتح عنده انجلترا مش السعوديه انجلترا اتفتح باب القيد عندهم من 4/6 بالظبط ما بقول لحضرتك هيبقى لسه يعني فاضل لك تلت تقريبا مسابقه الدوري ما عشان كده انا في لاعب مصري عقده انتهى من حقه يرحل وما يقدرش النادي يشتكيه لان هو الفيزا بتعتمد نهايه الموسم 30/6 في اي بلد في العالم فنتمنى ان احنا بجد لان مصر بلد كبيره وتستاهل والدوري المصري مليان مواهب ومليان كوادر كبيره جدا تقدر تفرض نفسها احنا شفنا اللاعب اللي فاز بالدوري بقى السعودي اللي احنا بنتكلم عليه بقى لنا حوالي اكتر من ربع ساعه ده لاعب مصري
كابتن فريق الاتحاد بطل الدوري السعودي لاعب مصري اسمه احمد حجازي. فاحنا عندنا في مصر لاعبين تقدر تبقى خير مثال للكره المصريه، ولكن الاهتمام يبدا من هنا الاول. نيجي لمارسيل كولر في مباراه النهارده، زي ما قلت لحضرتك ان التركيز هياخد من جانب كبير جدا من بال اللعيبه، سواء الجهاز او اللعيبه، لان اكيد انت عندك فاينل افريقيا بعد اسبوع، فلازم تفكر، لازم ياخد جزء من تركيزك. ولكن على ارض الملعب بعد الدخول في اجواء المباراه بعد ربع ساعه ثلث ساعه، تلاقي الكل بقى منصب على المباراه. مارسيل كولر عنده طبعا غيابات ابرز، خد بالك في بتالي في معده اللعيبه دي، واسمع رايك واسمع راي مصطفى. فكره انه يعني ما حدش يقدر ينكر مثلا انه في الماتش اللي فات قفشه ظهر بشكل كويس جدا، رجل المباراه السوليه ظهر بشكل كويس جدا جدا، خالد عبد الفتاح، خالد عبد الفتاح قدم مباراه كويسه قوي، متولي من وجهه نظري كان واحد من نجوم المباراه جدا. واحد من نجوم المباراه بدون شك. فبالتالي ماتش الطلايع كشف قدام كولر اسماء لازم تدخل في المعده وفي الحسابات، وده يمكن يكون داخل في ذهن اللعيبه اللي النهارده متالق جدا في مباراه سيراميكا او منور قوي في ماتش سيراميكا، وارد جدا يخش في الحسابات في نهائي دوري الابطال. فبالتالي دي واحده من الحاجات اللي برده بالنسبه للعيبه ممكن تبقى بالظبط. ودي يعني دي حاجه كويسه، شيء ايجابي ان انت يبقى عندك تنافس كبير بين كل اللاعبين على حاجز مكان في التشكيل الاساسي، واستعداد جيد لكل قوام الفريق انه يبقى كولر محتار هيختار مين يبدا بيه مباراه الوداد. وان كنت انا متاكد ان كولر محدد كل حاجه، يعني كولر على مستوى العناصر بس يتاكد من الجاهزيه الفنيه لكل اللاعبين، هو عنده القوام الرئيسي. طيب خليني اسال السؤال لاحمد بشكل مختلف، هل في عناصر شايف انه يتحتم على كولر الاستغناء عنها في مباراه النهارده؟ يعني في مراكز ممكن يبقى عندك فيها واحد واثنين وثلاثه، وفي مراكز ممكن واحد يبقى فارق شويتين ثلاثه عن اثنين وثلاثه، فده بالنسبه لك ممكن يبقى انا ما خاطرش بيه، يعني حتى لو اكسب 3 بونت بيه هو اللي هيكسبني 3 بونت، فده لازم يبقى بره حساباتي. هل شايف الكلام ده ينطبق على ماتش النهارده؟ ومين الاسماء دي يا احمد من وجهه نظرك؟ شايف ان اللعيب الوحيد اللي ممكن يعني مستر كولر يريح اللعيب ده هو محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم هو اللاعب الوحيد اللي انا شايف ان هو يعني فارق جدا عن اغلبيه في مركزه. انما بقيه اللعيبه رغم تالق ياسر وتالق متولي وتالق ربيعه لكن كمان. جدا لكن وجود عبد المنعم في مباراه الوداد المغربي دي مهمه جدا جدا جدا. تمام. ان هو يعني لاعب مختلف، يعني انت شايف انه لاعب واحد بس او اسم واحد بس ينطبق عليه الفكره بالظبط. اغلب اللعيبه اعتقد المستوى متقارب ايا كان اللاعب مين اللي هيلعب. طبعا وجود حمدي فتحي ان شاء الله في مباراه النهائي مهم جدا. ايوه وعايز بره الحسابات النهارده بس الحمد لله موجود ان شاء الله، بناكد عشان اللي ما تابعش حاجه من اولها، حمدي فتحي ان شاء الله من يوم الاربعاء موجود في التمرينات او استعدادات الاهلي لمواجهه الوداد. وعايز اقول حاجه يا احمد بمناسبه يعني ان اللعيبه كلها مستوى متقارب، عايز اقول ان لاول مره من 3 4 سنين تقريبا في النادي الاهلي ما بنسمعش عن كلمه حاله الاجهاد. ودي لازم صراحه يعني نشكر فيها مستر كولر، لان هو كان سبب في الموضوع ده بسبب الروتيشن اللي احنا انتقدناه في بدايه الموسم وكنا مستغربين بيعمل ايه. فالروتيشن ده خلانا اللي انت بتشوف دلوقتي قفشه بيلعب، بتطمن ان قفشه قدم مباراه كبيره جدا، بتشوف عمرو السوليه قدم مباراه كبيره جدا. فانت دلوقتي حمدي فتحي حتى لو لا قدر الله غاب، لو السوليه لعب هو لاعب اساسي، لاعب موجود دايما متواجد، قفشه لاعب برده اساسي. فبقى عندك الحيره، الحيره الحلوه، ما في حيره يعني تبقى مزعجه، وفي حيره مميزه للمدير الفني. طيب. عبد القادر هيغيب؟ لا عادي ممكن يلعب حسين الشحات في مركزه. كهربا يغيب؟ هتلاقي محمد شريف بيلعب وبيحرز اهداف. الدوافع اللي هو خلقها عند اللعيبه دي انا بقالي كتير ما شفتهاش مع النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي رجعت مع كولر. خد بالك الروتيشن دي مش بدني بس كمان، الروتيشن دي نفسي كمان ومعنوي ذهني. يعني فكره انه اللعيب يبقى حاسس دايما ان هو قريب من الملعب، فكره انه في كل مباراه ممكن اكون انا او ممكن يكون بالظبط بالنسبه لي تخليه طول الوقت شغال. مريح وراكب فاهم، لكن اللعيب لما يبقى حاسس انه طول الوقت صديق للبنش او العكس. رامي ربيعه رجع من الاصابه شارك على طول او العكس يعني هو برده اللعيب اللي يطمن خاصة على مركزه، فبرده هيحس برده ان خلاص الدافع عنده ما بقتش موجوده. لكن هو فعلا عمل حاجه الحاله ديت ان انت حاسس ان انت المباراه الجايه هتلعب واحتمال برضه تبقى ما تلعبش، فلازم تبقى جاهز، تبقى جاهز كل اللعيبه. تتفق مع مصطفى في الاسم ولا ليك اسماء ثانيه ولا مختلفه؟ لا أساسي. يعني لا يعني خلينا طبعا في البدايه، انا رايي معروف طبعا محمد عبد المنعم، فهو محمد عبد المنعم على مستوى مدافع القاره ما شاء الله ربنا يحميه فارق بشكل كبير جدا. ولكن محمد عبد المنعم لازم يلعب النهارده لانه الراجل ريحه في مباراه انبي ومباراه طلائع الجيش، لازم ياخد النهارده علشان يوصل ليوم السبت ان شاء الله يبقى جاهز. ممكن يطمن عليه مثلا في 60 70 دقيقه وبعدين يخرجه اخر 20 دقيقه
على حسب سير اللقاء، ولكن هو كده كده هيبتدي بيه النهارده لانه مريح بقاله مباراتين. اللاعب الثاني انا بشوف ان مروان عطيه احد اللاعبين اللي هو رقم واحد في مركزه ورقم اثنين بيبعد عنه شويه. طبعا حمدي فتحي ربنا يشفيه ونتمنى له يرجع بالسلامه، لاعب مهم جدا، وانا شايف ان الادوار اللي بيأديها حمدي ما يأديهاش لاعب غيره. انا في النص مع كولر هختلف معاك شويه، انا في النص ده على حد مش بس المستويات اللاعبين وثباتهم في وتألقهم فتره اخيره، لكن كمان طبيعه الادوار اللي بيأدوها ما بقدرش افرق قوي صح. بين حمدي وبين ديانج وبين مروان عطيه، ويجي معاهم السوليه اللي فاضل له حته من بعد الاصابه يمكن يعني هتيجي مع الوقت، لكن الثلاثه في الفتره الاخيره ماتشات الاهلي في ربع النهائي ونص نهائي افريقيا، ديانج حمدي مروان هم على فكره انا بشوف دول المفتاح السحري للشكل اللي ظهر عليه الاهلي في كل الماتشات الثلاثه دول مع بعض. لا انا احنا ما نختلفش، ولكن في لاعب انت بتعتمد عليه في الشكل الخططي، ممكن يكون اللاعب الثاني هيأدي بصوره مميزه او بصوره يعني جيده، ولكن مش بنفس الادوار. يعني يمكن احنا شفنا مروان منذ دخوله لتشكيل الفريق بيعمل ادوار جديده شويه على اللاعب رقم 6، ان انت تبقى لعيب كوره، ان انت توزع كرات وانت لاعب رقم 6. يعني دايما كان اللاعب رقم 6 كان كلاسيكي بيقطع ويسلم. أيوة يعني احنا طول عمرنا فكرتنا حتى في كاسيميرو حتى في الفرق الكبيره لاعب رقم 6 بيقطع ويسلم بالظبط. يعني كتير بوسكيتس يعني كل اللاعب رقم 6 كان فكرتنا عنه ان هو بوسكيتس عنده كوره يعني شويه دلوقتي خلاص ولكن احنا مروان غير الفكره شويه، ان مروان لاعب كوره بيحب يطلب الكوره بينزل يستلم في فكرني مع الفرق طبعا عشان الناس ما تقعدش تقول لك بقى بينفخ في مروان، هو لعيب طبعا ما حدش يختلف على الكواليتي بتاعه، بس انا بتكلم على ستايل اللعب، كل لعيب كده ليه ستايل بيفكرني بستايل لعيب تاني. بيفكرني مروان بشكل كبير جدا بفيراتي بنفس الستايل في الوقت اللي هو فيراتي انا بشوف واحد من افضل لعيبه خط نص في الملعب كله في العالم كله، بس يعني انا بشوف بحس التكوين الجاريه طريقه الباس حركه في كل حته في الملعب وكورته الرؤيه كمان كل ده بالظبط. ده اللعيب رقم 2، اللعيب رقم 3 حمدي فتحي بالادوار اللي مع حمدي كولر كده بره يعني انا بتكلم ان في النهارده في اسماء تستحق انها ما تظهرش في المباراه حرصا عليها. لو هخاف على علي معلول، على محمد عبد المنعم، على مروان عطيه، على محمود كهربا، على بيرسي تاو، الخمسه دول الخماسي دول انا خاف عليهم، اخاف افقد لا قدر الله واحد منهم في المباراه النهائيه، وان شاء الله ده مش هيحصل واللعيبه كلها تطلع سليمه يعني تمام. دول الخمسه اللي هيصنعوا لي الفارق من وجهه نظري في طريقه لعب مارسيل كولر والادوات والادوار اللي بيستخدمها على ارض الملعب. يعني كولر يبقى نازل مستريح والخمسه دول معاه، طب لا قدر الله فقد واحد منهم مش نهايه العالم هيوظف، ولكن مش هتبقى نفس الاريحيه في وجود اللاعب اللي هيغيب. طيب اسماء العكس بقى، الاسماء اللي يجب تواجدها النهارده عشان واحد تاخد حساسيه المباراه، اتنين تطمن على انها في التوب فورم. في اوقات كتير جدا غياب اللاعب عن ماتش او ماتشين رغم تألقه رغم وصوله يعني لقمه مستواه ممكن يرجعه شويه او يبعده شويه، فبالتالي بتحتاج مين الاسماء اللي لازم تبقى موجوده في ماتش النهارده من الاسماء اللي مشاكل. قبل ما احمد يقول بس معلش نسيت طبعا محمد الشناوي، يعني اقصد من الناس اللي هم في الاجباري وجودهم في ارض الملعب طبعا النهارده غالبا شوبير هو طبعا طبعا حارس. احنا بنتكلم على حمدي اجباري غايب، الشناوي اجباري غايب، انا بتكلم على الاسماء اللي عندنا حريه او رفاهيه ان احنا نختار ييجوا ولا ما يجوش، يلعبوا ولا ما يلعبوش. شايف عمرو السوليه طبعا وجوده في المباراه الثانيه على التوالي ان هو يبدا هو محمد مجدي قفشه مهم جدا، لان هم قدموا مباراه كبيره جدا طبعا امام نادي طلائع الجيش، واعتقد انه انا انبسطت لقفشه بصراحه قوي. يعني بصراحه كان الهدف في توقيت مثالي ليه، يعني قفشه هترجع له السكه ثاني، واعتقد ترجعه اللي قدم مباراه كبيره جدا، وطبعا والده كان وش السعد عليه في المباراه. واعتقد ان محمد مجدي قفشه وعمرو السوليه انت محتاجهم في النهائي، لان قفشه ليه دايما في النهائيات اعتقد ان هو كان سبب في غير القضيه، هو في النهائي برضو الثاني امام بالظبط احرز هدف، ودايما بيتالق في المباريات دي. والسوليه يا عيني مش عارف ليه السوليه حظه والله يا ابو ليلى هو قفشه يعني باد لك يمكن ولا مش عارف مش واخد حقه السوليه مهدف في النهائيين. ايوه محدش بيتكلم عنه ده محرز هدف حلو قوي في المباراه الثانيه بتاعت كايزر يعني لو الزمالك ما تعادلش بجول شيكابالا والاهلي كسب بجول القضيه بتاع محمد مجدي قفشه كان السوليه كان جول السوليه ده يعني قلنا عليه حكايات وروايات على هارد لاك. السوليه لعيب كبير واعتقد مش هو من اهم الثمانيه موجوده في مصر طبعا بعد الاصابه، وانا شايف قدم مباراه كبيره جدا جدا المباراه بتاع طلائع الجيش. وجوده النهارده مهم جدا هو قفشه، لان انت محتاج وجودهم في مباراه النهائي حتى لو يعني ايا كان مين فيهم هيبدا او ايا كان
وجودهم مهم جدا. واعتقد هنا رجعنا لمباراه كان السؤال المثير بالنسبه لي وبالنسبه للجماهير كلها، ليه مستر كولر مباراه العوده بتاعت الترجي لعب باللعيبه اللي كانت ممكن يعني زي حمدي فتحي وزي علي معلول؟ سؤال مهم جدا. ليه هو صمم يلعب باللعيبه بالرغم ان هي معرضه ان هي ممكن تاخد انذار؟ حمدي كان ياخد انذار. ده سؤال مهم جدا. واجابته ان هو واثق في كل اللعيبه، وده وصل للعيبه كلها ان هو حتى لا قدر الله لو حمدي فتحي هو مباراه بالنسبه له مهمه جدا خد انذار عنده، خد انذار. لا انا عندي السوليه، عندي ديانج، عندي مروان عطيه، عندي قفشه. فدي بتبين قد ايه هو واثق في اللعيبه كلها، وما دام اللعيب وصل له الاحساس ده فخلاص ده اللعيب كله او لعيب الكره بيهتم، اهم حاجه بالنسبه له انه يبقى عنده الثقه. طيب عايز اخد تقييمكم لاثنين اللعيبه اللي ظهروا في قندوسي وبرونو سافيو، شايفين مردودهم ازاي وايه ممكن يكون دورهم في المرحله اللي جايه؟ يعني انا شخصيا تفائلت جدا لما شفت القندوسي بادئ المباراه في وجود محمد مجدي قفشه، لان تاكدت على طول ان القندوسي هيلعب جناح يمين وده المركز اللي تالق فيه في النص ساعه اللي لعبها في مباراه انبي، عمل يعني مشاركه مميزه جدا. ولكن في مباراه طلع الجيش فنتاتك يا قندوسي بالظبط، عمل واحده حلوه قوي في ماركه مسجله باسمه، عمل واحده حلوه قوي مع احمد ايمن منصور عدها ما بين رجليه كده، كان عملها قبل كده مع احمد توفيق، عملها مع احمد توفيق بالظبط. ولكن كمشاركه اجماليه في اللقاء انا ما كنتش راضي عن اداء احمد القندوسي في مباراه طلائع الجيش. اللاعب الثاني برونو سافيو بيعود من اخر مباراه تقريبا شارك فيها في شهر 1 تقريبا، يعني غياب طويل. على فكره هو لاعب، مش هنقول لاعب سوبر يعني، بس لاعب، ولكن لاعب جيد يعني. احنا مش عايزين الجمهور يعامله على معامله اللاعب السوبر لحد ما هو يثبت في ارض الملعب ان هو لاعب كويس. ولكن احنا شفنا منه في اوقات كتير، مباراه المحله، مباراه السوبر امام الزمالك، شفنا منه مردود جيد في مباريات كتيره. نتمنى ان احنا لو احنا احتاجناه او المدير الفني احتاجه يؤدي بالصوره اللي احنا عارفينها عنه. انا شايف طبعا ان القندوسي لعيب مميز، واعتقد مستر كولر بدا يفكر فيه في مركز ثاني اللي هو مركز الجناح، وده شفناه في مباراه طلع الجيش. وهو يعني هياخد وقت، هو قدم المردود اللي هو الكويس، لكن مش المردود اللي كل الجماهير بتاعت النادي الاهلي مستنياه، لان انت محتاج من اللاعب الجناح. انا بس في الحته دي لازم نقول انه في لعيبه محدش يختلف على الكواليتي بتاعتها بالظبط، بس بتحتاج وقت عشان تتاقلم، عشان تبقى جزء من الفريق. في ناس بتتاقلم في يوم وليله صح، وفي ناس الدنيا بتطول معاه شويه، لكن الاكيد والله يعني يعني ليكم مطلق الحريه انكم تقبلوا الكلام ده او ترفضوه. انا بشوف ان قندوسي وبرونو سافيو كلاعيبه كوره عندهم اضافه كبيره جدا. بالنسبه لسافيو طبعا اللي احنا شفناه ان اللاعب واحد جعان كوره، نزل باين جدا ان هو كان متحفز جدا وبقاله كتير متشوق للملعب. فشفنا ان برونو سافيو قدم تقريبا 10 دقائق كانت اعتقد هي كانت مميزه. بالنسبه للحكم الجماهير في برونو سافيو اعتقد هو لاعب ممكن يكون بالنسبه لمستر كولر في لاعب افضل منه، يعني على فكره ده مش معنى كده ان برونو سافيو مش لاعب جيد، لا هو لاعب جيد، لكن انت عندك في لعيبه افضل من برونو سافيو. هو الراجل اتكلم انه تعرض لاصابه والثانيه بالظبط، انما برونو سافيو اعتقد ان هو قدم 10 دقائق مميزه وكان نازل جعان كوره وكان مميز جدا. يعني نكسب النهارده ان شاء الله هنكسب. يمكن من حته احمد اللي هو قال ممكن يكون هو لاعب جيد، ولكن في لاعب اخر جيد في مركزه، كان كارلو انشيلوتي لما اتسال عن ايدن هازارد في فترات كتيره من الموسم قال هازارد لاعب كبير جدا ومحدش يختلف على قيمه هازارد ولا على امكانياته، ولكن رودريجو في الحته دي بيأدي لي الادوار اللي انا عايزها افضل من هازارد، وحسم الموضوع تماما. فوارد جدا ان يكون عندك لاعب كويس ولكن في افضل منه في المركز. هنكسب النهارده ان شاء الله، هنكسب باذن الله ونواصل سلسله الانتصارات في بطوله الدوري. بنتكلم هازارد ده بنشوف ايه اخباره. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، انا ناس كتير قوي بتقول لي انت هازارد الغلابه، يعني انا فيها شبه منه، ولكن هو دلوقتي طبعا للاسف رايح بنسبه كبيره هيروح مونتريال الكندي اللي بيلعب فيه احمد حمدي. هازارد خلاص فقد الشغف بتاع الكوره، فمش هينفعنا اصلا يعني. الشغف مبقاش موجود عنده في اوقات، مش كل حاجه موهبه، خلاص ترانسفير معين ياخدك من 7 سما يوديك 7 ارض. هو بقى ابن بلدك، انت عارف ايه يعني اولاد البلد ما بيسيبوش بعض في الغربه. من يوليه في مباراه باريس سان جيرمان اتسبب له في اصابه طبعا كبيره جدا، هي بطلته بالظبط، رغم ان ده بلجيكي وده بلجيكي. صحيح، اتمنى الفوز والتوفيق، اتمنى عرض كويس قبل حتى النتيجه، اتمنى النهارده عرض قوي، روح معنويه في السماء تطمن جمهور النادي الاهلي. من بكره ان شاء الله بعد ما نطمن على ملف الدوري والثلاثه بونت بتوع ماتش سيراميكا، نفتح بقى ملف الوداد ونقرب اكتر من مشوار الوداد في بطوله افريقيا، ونتكلم بالارقام والاحصائيات وكل اللي انتوا عايزينه عن نهائي دوري ابطال افريقيا المره الرابعه على التوالي.
المرة 16 في تاريخ النادي الأهلي بداية من حلقة بكرة. أشكركم على المتابعة، بشكر بلال محسن، بشكر أحمد مصطفى، شرفت ونورت السادسة. احنا بنشكرك طبعا وبنكون سعداء معاك، وان شاء الله باذن الله يبقى فوز مريح النهارده ونطمن على اللعيبه كلها تخرج بالسلامه. اهم حاجه مع الثلاث نقاط طبعا ان شاء الله. شكرا يا احمد. حبيبي احمد، دايما مبسوط احنا معاك بجد، يعني تبقى حلقه ما بحسش بيها خالص. شكرا جزيلا على وجودكم معانا، وشكرا على كل تابعوا حلقه النهارده من السادسه. تحياتي ليكم، بكره في نفس الميعاد حلقه جديده السادسه.